الحياة عجيبة، ما تقدرش تتخيل هتعمل معاك ايه، بكرة هتبقى فين وبتعمل ايه ومعاك مين، ما تعرفش. اللي هتشوفوه هنا دي قصة حسن السيد علي، راجل فذ وقذر. اسمك مجازك. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتنا الله يخرب بيتك. أنا بقول لك إيه، أنا عامل ما بشوفش. ها خليك معايا على الخط وأنا هفهمك بعدين. من فضلك عندكم العصاية بتاعت المكفوفين؟ موجودة. أعرفكم بالقميصة يا إنجي، كاتبة وصحفية جاية عشان تتعرف عليك وتكتب عنكم. إحساسك إيه إن كابتن عادل ضمك للفريق؟ والله دي كانت مفاجأة حلوة قوي قوي من الكابتن، الله يبارك له. وأنت أصلا مش ترجع من كينيا دي تاني؟ أفرق بقى. كينيا مين يا أبو كينيا؟ أنا راسم على أوروبا. والله شايف إن إحنا عايشين زي الفل أهو. ما تبطل يلا بقى الخيابة اللي فيك دي واحلم شوية. على فكرة سمعت عن شغلان التدريب النهاردة، فريق مكفوفين مسافرين كأس العالم. هو في مكفوفين أصلا بيلعبوا كورة يا ماما؟ صحيح، المكفوفين إزاي ويلعبوا كورة يا ماما؟ بقول لك هم ليه من شوية كانوا بيقولوا فوي فوي؟ فوي كلمة أسباني معناها أنا قادر. كل اللعيبة لازم تقولها وهي داخلة على الكورة عشان ما يصدموش ببعض، لأن إصابتهم الحياة بتبقى قوية أوي. طب وأنت هتلعب الزاوية بتاعتي على عينيه؟ هتصرف يا قدرة. ما أنت طلعت شطان.